بعودة كبير. الكبير عايش ما ماتش. العهد اللي بيني وبينكم من النهاردة بقي من طرف واحد خلاص. هي كلمة واحدة ملهاش تاني. كل شيء حيرجع لمكانه. السلاح والأسار. أبو هيبة قاب على حاله. مفيش مخلوق حيستجرى يفتح عينه تاني. واللي اتسرق مني حرجعه. الخاين ملوش عيش مني. حقطع راسه حمسحه باستيكه. من هنا ورايح مفيش فوضى تاني. قانون أبو هيبة هو اللي ساري. تفضل خذوا جبكم. تفضل. ازيك يا كريمة؟ هو جه مات أبو أميني. ما تقوليش أبو أميني إلا وأنت زعلانة. وكيف ما زعلش؟ ده أنا الكبيرة بدل ما يسكن عندي يجي كلاه إن شاء الله. بيتنا أكبر من بيتكم والحمد لله عندنا وأكل وشرب. كل واحد ومزاجه يا كريمة. أخوكي بيرتاحني. كدبة يا صباح في أصل وشك. ولعلمك هو جهني عشان كريمي ما جاش عشان حد غيري. انتي ناسية موضوع العمارة اللي هيبنها لي؟ صحيح. ابقي سيبينا شقة الكريم ولو بالأجرة. ما فضياش للرط بتاعك دي. هو فينه؟ أنا عاوزاه. خرج خد كريم وطلع. كريم بس؟ مع عيالي معاه ما شاء الله عليهم عزوة في ظهر خالهم. لما هو كده جاية بتدوري عليه هنا ليه؟ مالك يا صباح؟ ياك عاوزة فلوس تاني. ما كفكيش اللي خدتيه في مصر؟ بقولك ايه يا كبيرة؟ أنا مخي مرايكش ومتعفرتة. سيبيني أحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا ست كريمة. بلا ست بلا سبع يا سيد. مالك يا ام الرجاله مزرزر ليه؟ اسال الست صباح. لا اسال ولا شيء. انا هدخل انام لغايه ما يرجع ابو هبه من بره. هو بره من بدري عند جامع المقام. هو ده ابو هبه المكسوره يجبرها والميله يعدلها. ربنا يعدلها لك كمان وكمان. يا للبلد ابو هبه مسلم يحرق بيت ربنا. كيف عاقل يخاصم أهله؟ إيه اللي احنا فيه ده؟ غشم ملهوش رد ولا ضرر محتاج إصلاح؟ كيف ده يحصل وسطيكم وقدام عيونكم؟ ها؟ ده الحاجة دي مش حاجتكم؟ الجامع ده مش بيت ربنا وبيتكم؟ اللي خش الجامع وأزاه كأنه خش بيوتكم وكشف عوراتكم. من هنا حد ما الجامع ده يبقى أحسن من مكان. كل واحد
ياخد يوميته الطاقة اتنين. واقفين ليه؟ النجار يشوف المنبر والعمدان، النجاش يبيض القدران برا وجوه، الكهربائي يشوف ايه المطلوب. شوف بنا ابن الحيطان اللي تهدد، جايين تتفرجوا على الجامع تاني؟ واد مين انت يا واد؟ انا والدي شيخ البلد فؤاد موسى. يا مرحبا يا اخوي. قول ابوك ابو هبه ما بيسيبش طاره. هو حد قتل لك حد؟ الشيخ اسامه الازهر المحترم تقتلوه هو حافظ كتاب الله ورحمه ابوي اللي ما احنا بيه كده. لجيب القاتل لو جوا بطن امك. الله 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 الله، تسلم ايدك يا صباح. دخلتك علينا يا اخوي تفتح النفس وتخلي المزاج رايق. انت لعبها خرص يا عم سيد ولا كلمه؟ مضايقها ليه؟ سيبها هي كده على طول، مهما عملت برضك ما رضيهاش. عشان انت راضي على طول يا سيد. فيه وكل راضي ما فيش راضي، فيه فلوس راضي ما فيش راضي، عيان راضي ما عيانش راضي، حتى ولده كريم عمره ما غضب عليه. قول عمره ما غضب على حد اصلا. انت راضي ليه يا سيد؟ مغضب لها شويه. علي صوتك، صرخ، كسر اي حاجه، وريها له سكانك. ايه عشان الناس اللي تعيش في الجنه وما تحسش ان وريها النار يمكن يرضوا. واه يا ابو هبه. ايه عم سيد، عم سيد، عمي سيد، عمي سيد يا ابو هبه، ده 40 سنه هو كده. عم على طول 40 20 ما تفرقش. في ناس شكل اخيله عم غير حاجه، وفي ناس تانيه عيله زي حكم اخوك. الحمد لله. كده برضك الكلام شبهك. انا عمري قمت ورجعت تاني؟ ابدا يا اخوي، طول عمرك زي الملوك، تقوم وما تردش تاني. هعمل لك الشاي. مال يعني كريمه ما عدتش تاني؟ كريمه، كريمه مشغوله، مشغوله بالارض الجديده اللي هتبني عليها البيت. اياك تقنع بيها بنت ابوي. على فين والشاي اللي هعمله لك؟ اعمل الشاي قبل ما ابص على ام حسن.